هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة بداية موجة شديدة الحرارة. الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بدايه موجه حاره هتستمر لحد امتى؟ بالفعل طبعا بدايه موجه حاره، التنبؤات بتشير انها مستمره لمده اسبوع على الاقل، لكن طبعا بتبدا اليوم بارتفاع تدريجي في درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه، وبنعتبره كبدايه لموجه من حاره لشديده الحراره بتاثر على اغلب مناطق الجمهوريه. يمكن اليوم تحديدا هتبدا ترتفع درجات الحراره بمعدل درجه لدرجتين عن الامس على كافه مناطق الجمهوريه. القاهره بالامس سجلت حوالي 36 درجه مئويه، وجنوب الصعيد بدأ يسجل في حدود 37 درجة، عفوا شمال الصعيد 37 درجة، والجنوب في حدود ال 40 إلى 41 درجة مئوية. اليوم العظمى المتوقعة للقاهرة 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بتوصل ل 42 على محافظات جنوب الصعيد، ده خلال ساعات النهار. خلال ساعات الليل كمان هترتفع درجات الحرارة بمعدل درجة تقريبا، والصغرى المتوقعة للقاهرة 25 درجة. يعني الطقس بداية من اليوم هيبدأ يكون طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ما عدا سواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط، هتكون درجات الحرارة عليها في حدود ال 32 درجة، وبالتالي الطقس بيكون حار على السواحل الشمالية. وخلال ساعات الليل بيكون الطقس معتدل على كافة مناطق الجمهورية ما عدا جنوب سيناء وجنوب الصعيد. زي ما أشرنا هو ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وبالتالي كل يوم هيكون أعلى من اليوم اللي قبله بمعدل درجة لدرجتين تقريبا، حتى نصل بداية من يوم الخميس هنبدأ نصل إلى ذروة هذه الموجة. ذروة الموجة دي زي ما الخرائط أمامنا بتشير هتكون ما بين الخميس إلى السبت، وبالتالي متوقع نسجل أعلى درجات حرارة خلال الموجة دي ما بين الخميس للسبت. العظمى الخميس متوقع تكون 40 درجة مئوية، بدخول يوم السبت متوقع أن العظمى تصل إلى حوالي 43 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وهتوصل على جنوب الصعيد لحوالي 47 ربما 48 في بعض المناطق من جنوب الصعيد. يمكن كمان خلال الذروة دي السواحل الشمالية هتدخل معانا من ضمن الأماكن التي قد تكون شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، وبعض التوقعات بتشير إن سواحلنا الشمالية قد تسجل 36 درجة مئوية خلال فترة الذروة. الذروة حوالي 72 ساعة زي ما أشرنا من الخميس للسبت، ارتفاعات كبيرة جدا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بيقابلها كمان ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وبتصل معها الصغرى لحوالي 28 وممكن 29 على القاهرة الكبرى، وبتتجاوز 30 درجة مئوية بالنسبة لمحافظات جنوب الصعيد. طيب في أي رياح محملة بالأتربة، أي ظواهر جوية موجودة معنا النهاردة؟ لا بالعكس، هيكون الجو فيه استقرار تام، يمكن سرعات الرياح مش هتكون عاليه بالشكل الكبير حتى. ده الحمد لله، لانها يعني بتزود اكيد احساسنا بالحراره لو في اعتقد يعني لو في رياح، لكن طالما ما فيش ممكن تبقى الدنيا جو اخف شويه نقدر نتحمل الحر. يعني فعلا مع ارتفاع درجه الحراره بالشكل الكبير جدا في اي نشاط رياح خلال ساعات النهار هنحس معاه اكثر بهواء ساخن بشكل كبير، لكن الهواء هيكون مستقر نسبيا حتى لو في بعض نسمات وهبات الرياح، هتكون سرعات الرياح في حدود ال 30 كيلو متر على الساعه على فترات متفرقه وعلى مناطق متفرقه من الجمهوريه. طبعا الارتفاع ده لو اتكلمنا عن سببه من الناحيه العلميه، هو سبب تاثرنا بوجود كتل هوائيه هتكون ايضا قادمه من مناطق صحراويه بالاساس، درجات حراره مرتفعه جدا على سطح الارض، بالاضافه لوجود مرتفع في طبقات الجو العليا اللي بيمنع تماما تشكل السحب، اجواء مشمسه طول ساعات النهار، مع وجود ارتفاع في درجات الحراره في كافه الطبقات الموجوده في عمود الهواء، وبالتالي ارتفاع في درجات الحراره في طبقات الجو العليا الموجودة فوق جمهورية مصر العربية.
يمكن بدأنا نحس الفترة دي أو يمكن السنة دي والعام الماضي بالموجات اللي بتكون طويلة نسبيا. صحيح. يعني لو صحيح كنا لسه بنقول كده في بداية الحلقة، يعني كان الأول فعلا بتبقى الموجة يومين ثلاثة، دلوقتي بتستمر بأسبوع كامل يعني. بالفعل ده اللي بقى أمر غريب شوية يعني. صح. الدرجات الحرارة دي القاهرة لما بتسجل 40 أو 42 درجة مئوية، يمكن لما بنرجع للسجلات المناخية الموجودة عندنا في الهيئة بالفعل بنكون سجلنا الأرقام دي في بعض الحالات قبل كده في مثل هذه الفترات، لكن بتكون ضمن موجة حدثت على مدار يومين أو ثلاث أيام على أقصى تقدير. صحيح. طول مدة الموجة بيخلينا نحس بشكل أكبر بدرجات الحرارة، بنحس بشكل أكبر بهذه الارتفاعات الكبيرة خاصة الاستمرارية، يعني يمكن بنتكلم عن ذروة الموجة دي بتستمر حوالي ثلاث أيام، فدي بالفعل فترة طويلة جدا. وكنا خارجين برضو من موجة شديدة الحرارة وقبلها بفترة وجيزة كان في موجة تانية. صح. هذه الاستمرارية وتلاحم الموجات ورا بعضها هو ده الأمر الذي بالظبط غريب خلال الفترة دي. صح. يمكن ده بيكون بسبب تأثير التغيرات المناخية اللي بدأت بالفعل تضرب العديد من دول العالم. ودايما بنقول ان الكتل الهوائيه لا تعرف حدود الدول، وبالتالي بما ان العالم حوالينا بيتاثر بهذه الارتفاعات بهذه الكتل الهوائيه المتطرفه، فبالتالي مصر اكيد بيكون لها نصيب من هذه الارتفاعات وجزء من هذه التصرفات. خلينا بس ناكد على بعض النقط الهامه مع هذه الموجه شديده الحراره، يمكن على مدار الكام موجه اللي فاتت من خلال متابعتنا مع محافظات الجمهوريه، عندنا في الهيئه طبعا في مثل هذه الحالات بنفعل غرفه الازمات داخل هيئه الارصاد الجويه طبعاً. بالتزامن مع غرف الازمات اللي بيتم تفعيلها داخل المحافظات، بيتم تعيين وتخصيص متنبئين جويين من عندنا هنا من الهيئه مختصين للتعامل مع والتواصل مع المحافظات في كل ما يخص هذه الحالات. يمكن بدانا نحس في الحالات الماضيه بعض الحرائق يمكن بتحدث في بعض محافظات شمال الصعيد، والحقيقه من تعاملنا وتواصلنا مع المحافظات ده بيكون بسبب بعض الاهمال من بعض المواطنين هناك، فبنشدد على المواطنين توخي الحذر التام خاصه المزارعين في محافظات الصعيد. ايضا بالنسبه للمواطنين عدم ترك اي مواد قابله للاشتعال داخل السيارات اثناء ركنها تحت اشعه الشمس. أيوة. لو درجة الحرارة بره السيارة بتكون في حدود 42 حتى أو 43، مع غلق النوافذ وركن السيارة وركن السيارة تحت أشعة الشمس، بالتأكيد ده بيخلي درجة الحرارة داخل العربية تتجاوز ال 60 وال 65 درجة مئوية، وبالتالي عدم ترك أي مواد مضغوطة أو سائل قابل للاشتعال. أيوة. لأن ده طبعا قد يؤدي إلى عواقب مش كويسة. دي أهم طبعا النصائح اللي بنوجهها للمواطنين، بالإضافة لشرب كميات كبيرة من المية والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وربنا يحفظ الجميع إن شاء الله. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح مهمة جدا ياريت ناخد بالنا. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25، أيضا في العاصمة الإدارية 38-25، الأسكندرية 32-22، والعلمين الجديدة 31-22، مطروح 30-21، ودمياط 32-23، بورسعيد 31-23، والإسماعيلية 37-23، سويس العظمى 36 والصغرى 24، وفي العريش 32-23، كاترين 31-18، وطابق 37-23، حلايب 36-28، وشلاتين 39-28، شرم الشيخ 41-29، والغردقة 40-28، الفيوم العظمى فيها 37 والصغرى 23، وبني سويف أيضا 37-23، أما في الوادي الجديد فالعظمى 43 والصغرى 23، وأسيوط 39-23، سوهاج 40-24، وإنا 42-26، الأقصر 42-27، وأسوان 43-28. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لبسنت وشاذلي متابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا.